السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الحي الثالث لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار مال 101 اختصاص محاسبة، بعض الدقائق لانتظار الأخوة والأخوات الدخول إلى المنصة والتأكد من وضوح الصوت. إذن ما زلنا في انتظار التحاق الأخوة والأخوات لمنصة بلاكبورد. وأستغل بداية هذا اللقاء للتذكير بأن دائما المرجع الأساسي هو الحلقات المصورة للمقرر، وكذلك اللقاءات الحية والتي نحاول من خلالها شرح وتفسير أهم النقاط اللي تم التطرق إليها في اللقاءات أو في الحلقات المصورة. كذلك أريد التذكير أنه في نهاية كل لقاء حي نقوم بكويز والذي يلخص أهم المفاهيم والمحاور اللي يتم التعرض إليها وشرحها خلال اللقاء الحي. كذلك الشرائح لا تكفي للمراجعة، فهي فقط وسيلة لمساعدة الطالب والطالبة على تتبع محاور اللقاء وكذلك الرجوع إلى الحلقات المصورة. مرحبا بك أخت شيماء، هل الصوت واضح أو لا قبل استعراض محاور اللقاء الحي؟ شكرا. إذا نبدأ في استعراض محاور اللقاء الحي الثالث. كنا من الأسبوع الفارط لقاءين، اللقاء الأول تعرضنا فيه لمفهوم الاستثمار وأنواع الاستثمار، اللقاء الحي الثاني كنا فيه تعرضنا إلى أنواع المستثمرين والتحليل المفاضلة وتقييم المشاريع الاستثمارية وأهمية التقييم المشاريع ومفهوم التمويل. اليوم إن شاء الله إيش رح نشوف بالتحديد؟ اليوم بإذن الله راح نشوف مفهوم المخاطرة وأساليب قياسها، عنصر مهم جدا للاستثمار وهو كيفية تقدير مخاطرة الاستثمار. راح نشوف مع بعضنا ثلاث أساليب لقياس المخاطر: تحليل الحساسية، الانحراف المعياري، ومعامل الاختلاف. هذوما ثلاثة أساليب لقياس المخاطر. إن شاء الله كل أسلوب رح نستعرض به بمثال. رح نشوف كذلك مفهوم العائد وأنواعه، رح نفرق بين العائد الجاري والعائد الرأسمالي. رح نشوف كذلك بإذن الله هيكل التمويل والتفرقة بين حقوق الملكية والالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. وأخيرا رح نشوف مصادر التمويل قصيرة الأجل وبالتحديد الائتمان التجاري والائتمان المصرفي. لقاء حي مهم، وكذلك العديد من الأسئلة التي يمكن أن تطرح من خلال محاور هذا اللقاء. نبدأ على بركة الله مفهوم المخاطرة. ما هي المخاطرة؟ ما هي المخاطرة؟ ببساطة المخاطرة هي حدوث أحداث غير متوقعة تؤثر بصورة سلبية على قدرة المشروع على تحقيق العائد المناسب للاستثمار. إذا نعود، المخاطرة هي حدوث أحداث غير متوقعة، هي احتمال حصول خسارة، هي حدوث أحداث غير متوقعة
تؤثر بصورة سلبية على سير المشروع أو على قدرة المشروع على تحقيق العوائد المتوقعة أو العائد الملائم. أوكي؟ فهذا هو مفهوم المخاطرة. كذلك يمكن استخدام مفهوم المخاطرة كبديل لعدم التأكد. فالمخاطرة عنصر مهم جدا في التمويل والاستثمار. إذا يقدر يطرح سؤال: كيف نقيس المخاطرة؟ كيف أقدر أقيم مخاطرة المشروع؟ ما هي الأساليب أو الطرق الكمية المتعارف عليها أو المعتمدة؟ بالطبع الأساسية، مش نبدأ وإحنا يعني الطرق الأساسية لتقدير مخاطرة المشروع. رح نشوف مع بعضنا اليوم ثلاثة أساليب. نبدأ بالأسلوب الأول بما يسمى تحليل الحساسية. ما المقصود بتحليل الحساسية لقياس درجة المخاطرة؟ ببساطة تحليل الحساسية ببساطة هو تقدير مدى حساسية المشروع، أوكي، للعوائد المتوقعة. رح نشوف غالبا ثلاثة احتمالات فيه: التقدير المتشائم للعائد، التقدير الأكثر احتمال للعائد، والتقدير المتفائل للعائد. مش تفهموا أكثر، رح نستعرض أمامنا هذا المثال البسيط. أوكي، من الأسئلة اللي يمكن تطرح هو كيفية حساب درجة المخاطر باستعمال المدى. المدى، ما معنى تحليل باستعمال المدى؟ ببساطة يمكن قياس المخاطر باستخدام المدى. ما هو المدى؟ المدى هو الفرق ما بين التقدير المتشائم للعائد والتقدير المتفائل للعائد. ببساطة نعود، هو الفرق بين التقدير المتفائل يعني أفضل شيء للعائد ناقص التقدير المتشائم. ناخذ مثال هنا. مثال هنا عندنا استثمار ألف واستثمار باء. شو نلاحظه هنا؟ مثلا بالنسبة للاستثمار ألف، لو كان السوق مثلا في حالة سيئة في انخفاض، فإن الاستثمار ألف العائد حقيته راح يكون 25%، هذا التقدير المتشائم للعائد. أوكي؟ التقدير الأكثر احتمال يعني لو كان السوق في حالة طبيعية فإن العائد المتوقع راح يكون 30%، ولو كان السوق في حالة ازدهار فإن التقدير المتفائل للعائد 35%. إذا نعود، الاستثمار ألف تقدير متشائم للعائد 25%، تقدير أكثر احتمال 30%، والتقدير المتفائل 35%. كيف نقوم بحساب المدى؟ كيف يمكن حساب المدى؟ قلنا احنا المدى، المدى هو الفرق ما بين التقدير المتفائل للعائد ناقص التقدير المتشائم للعائد. اوكي، يعني 35% في هذا المثال بالنسبة للاستثمار ألف ناقص 25%. ال 35% هو التقدير المتفائل ناقص التقدير المتشائم 25%. 35 ناقص 25 كم المدى؟ يعني الفرق ما بين أعلى عائد متوقع وأقل عائد متوقع يساوي هنا 10%. هذا هو المدى. تلاحظوا هنا أن التقدير الأكثر احتمال للعائد ما استعملناه، نستعمل فقط التقدير المتفائل والتقدير المتشائم. نفس الشيء بالنسبة للاستثمار ب، لنفترض أن التقدير المتشائم للعائد راح يكون العائد 30%، في حالة التقدير الأكثر احتمال راح يكون العائد 35%، وبالنسبة للتقدير المتفائل للعائد راح يكون 55%. إذا قلنا المدى هو الفرق ما بين التقدير المتفائل ناقص التقدير المتشائم. التقدير المتفائل بالنسبة للاستثمار ب 55% زي ما تلاحظوا معروض أمامكم، ناقص وعليكم السلام ورحمة الله أخت أسماء، شكرا جزيلا على الالتحاق. نكمل، والتقدير المتشائم 30%. قلنا المدى هو الفرق، إذا 55 ناقص 30 25%. لو نقارن الاستثمار ألف والاستثمار باء أيهما أكثر مخاطر؟ ببساطة الاستثمار اللي يكون عنده أكبر مدى
هو الاستثمار الأعلى مخاطر. لو القارن بين الاستثمار ألف والاستثمار باء، المدى بالنسبة للاستثمار ألف 10%، المدى بالنسبة للاستثمار باء 25%، فالاستثمار باء أكثر مخاطرة من الاستثمار ألف. وبالطبع أحب أذكر أنه دائما توجد علاقة طردية بين العائد والمخاطر. ما معنى علاقة طردية؟ يعني علاقة موجبة. لو بدك عائد أكثر فيجب أن تتحمل درجة مخاطر أكثر. كلما ارتفعت درجة المخاطر كلما ارتفع العائد المتوقع. والمبدأ هذا اللي حذوه في التمرين هذا البسيط حقتنا، شو نلاحظه هنا؟ أن العوائد المتوقعة للاستثمار ب هي أعلى من العائد المتوقع للاستثمار ألف، وبديهي جدا أن مخاطر الاستثمار ب راح تكون أعلى. أوكي؟ إذا هذا بالنسبة للمقياس الأول للمخاطر، هو المدى، الفرق بين التقدير المتفائل للعائد ناقص التقدير المتشائم للعائد. نمر إلى الأسلوب الثاني لقياس درجة المخاطر، وهو الانحراف المعياري، وهو الأكثر شيوع واستخدام لحساب درجة المخاطر. رح نستعرض مع بعضنا هذا المثال وتبعوا معايا كيفية حساب الانحراف المعياري. لنفترض نفس الشيء، عندي استثمارين، استثمار ألف واستثمار باء. أوكي؟ وعندنا ثلاثة حالات من السوق، حالة جيدة، حالة سيئة، وحالة عادية. أوكي؟ وكل حالة عندها احتمال، يعني احتمال حصول الحالة جيدة 20%، احتمال وقوع الحالة السيئة للسوق الانخفاض 60%، واحتمال أن الحالة تكون عادية 20%. نتأكدوا أنه مجموع الاحتمالات هي 100%. أمام كل حالة أو أمام كل حالة من السوق هناك احتمال حصول عائد. مثلا ما هي 6%؟ 6% هو العائد الاستثمار ألف على فرضية أنه السوق في حالة جيدة. أوكي؟ 4% هو عائد الاستثمار ألف على فرضية حالة السوق سيئة، و2% هو عائد الاستثمار ألف على فرضية أنه حالة السوق عادية. أوكي؟ نفس الشيء، نفس التفسير بالنسبة للاستثمار ب. إذا المطلوب هنا حساب الانحراف المعياري. زي ما اسمه يقول هنا، الانحراف المعياري هو ببساطة يعطيك درجة الميلان أو درجة الانحراف عن المعيار، عن المتوسط. كلما ابتعدنا عن المتوسط المتوقع كلما كانت درجة المخاطر أكبر. يعني مثلا نتوقع أن يكون العائد السهم فرضا 10%، إذا وجدنا أن العائد 25% أو 30% فهذا تذبذب كبير، يعني الانحراف عن المتوقع كان كبير. كلما كان الانحراف كبير كلما كانت درجة المخاطر كبيرة. ولهنا رح نعطيكم ببساطة كيف نقيس الانحراف المعياري، بالطبع بطريقة مبسطة في إكسل. عملية سهلة، تدخل البيانات على إكسل يعطيك الانحراف المعياري. رح نتبع هنا الخطوة الأولى كيف نسوي. أول شيء لازمنا نستخرج متوسط عوائد الاستثمار. متوسط مثلا عائد الاستثمار ألف، كيف نجيبه متوسط العائد الاستثمار ألف؟ ببساطة تضرب العائد الجيد في الاحتمال الجيد مع العائد في الحالة السيئة في الاحتمال الحالة السيئة، وهكذا دواليك. مثلا بالنسبة للاستثمار ألف عندنا 6% مضروبة في الاحتمال المقابل حقتها، مضروبة في 20%، زائد 4% مضروبة في الاحتمال الحالة السيئة للسوق 60%، و2% مضروبة في 20%. إذا مش عندنا هنا كم متوسط العائد؟ 4%. هذا متوسط العائد. سهل جدا، تضرب العائد في الاحتمال المقابل، العائد في الاحتمال المقابل، وتقوم بعملية الجمع. إذا المتوسط عائد الاستثمار ألف 4%. نفس الشيء بالنسبة للاستثمار ألف، ضربنا العائد في الاحتمال المقابل ونقوم بعملية الجمع.
7% مضروب في 20% زائد 4% مضروب في 60% زائد 1% مضروب في 20%. أوكي؟ إذا عندنا متوسط العائد نفس الشيء وجدناه للاستثمار ألف والاستثمار باء هو 4%. ما هي الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية هو نقوم باستخراج أو بحساب الانحراف عن المتوسط. أوكي؟ وذلك عن طريق طرح العائد لكل حالة من حالات السوق من المتوسط. كيف رح نسويها العملية؟ نحاول نعرض أمامكم تتبعوني أكثر. خلاص نشيل هذه المعطيات. إذا نمر إلى الخطوة الثانية. هذه الخطوة الثانية أمامكم. قلنا رح نطرح كل حالة من حالات أو كل عائد من المتوسط اللي وجدناه في الخطوة الأولى. نذكر مع بعضنا أنه متوسط العائد وجدناه 4% بالنسبة للاستثمار ألف، ونفس الشيء متوسط العائد بالنسبة للاستثمار باء وجدناه 4%. إذا شو نسوي هنا؟ ذكروا شيء في المعطيات. الحالة الجيدة العائد 6. 6 ناقص المتوسط ناقص 4 كم يساوي 2. نمر الحالة الثانية السيئة، 4 ناقص المتوسط 4 0. والحالة العادية كانت تذكروا أن العائد كان 2 ناقص 4 يساوي سالب 2%. أوكي؟ إذن هذا سوينا إيش الخطوة الثانية؟ هو سوينا الفرق أو الانحراف على المتوسط. ببساطة طرحنا العائد لكل حالة ماينس ناقص المتوسط اللي وجدناه في الخطوة الأولى. نسوي نفس الشغل بالنسبة للاستثمار باء. يعني 7 ناقص المتوسط ناقص 4 وجدنا 3. بالنسبة للحالة الثانية 4 ناقص 4 0. وبالنسبة للحالة الأخيرة 1 ناقص 4 سالب 3. إذا هذه الخطوة الثانية في استخراج الانحراف المعياري. ما هي الخطوة الثالثة؟ الخطوة الثالثة هو نضرب الناتج في نفسه. يعني نحسب بما يسمى مربع الانحراف. الناتج اللي وجدناه في الجدول الثاني مثلا بالنسبة للحالة الجيدة كم وجدنا الانحراف عن المتوسط؟ 2. أقوم بضرب 2 في 2 نسميه مربع الانحراف. احنا وجدنا في الخطوة الثانية الانحراف، في الخطوة الثالثة أقوم بحساب مربع الانحراف. 2 مضروبة في 2 4. بالطبع السطر الثاني 0 في 0 0. بالنسبة للعادي ايش وجدنا؟ سالب 2 هو الانحراف. سالب 2 مضروب في سالب 2، وتعرفوا كي نضربوا سالب في سالب تصبح النتيجة موجبة. اذا العمود اللي تروا فيه هو اعطانا مربع الانحراف للاستثمار الف، والعمود الاخير هو مربع الانحراف للاستثمار باء. نفس الشيء نقوم بضرب الناتج في نفسه او بما يعرف مربع او الانحراف. 3 في 3 9، 0 في 0 0، وسالب 3 في سالب 3 تعرفوا انتم ضرب سالب في سالب تصبح موجب. سالب 3 مضروبة في سالب 3 تصبح موجب 9. اذا بقينا خطوة فقط على حساب الانحراف المعياري. ما هو اذا هنا الانحراف المعياري؟ رح نعرضها امامكم كذلك. الخطوة الرابعة والاخيرة وهي ايجاد الجذر التربيعي. اوكي، راح نشيل هذه الشريحه ونستعرض امامكم قياس درجه المخاطره والخطوه الرابعه. اذا امامكم الخطوه الرابعه هي ايجاد الجذر التربيعي. اذا ببساطه الانحراف المعياري ما هو قانونه؟ هو جذر مربعات الانحرافات القيم عن وسطها اللي وجدناها في الخطوة السابقة مضروبة في احتمالاتها. مضروبة في احتمالاتها. ترى خلينا نرجع هنا بالنسبة للاستثمار ألف شنسوي هنا باش نحسب الانحراف المعياري للاستثمار ألف شنسوي؟ جذر. أوكي، إيش المربعات الانحرافات اللي وجدناها؟ تذكروا شيء، احنا كي ضربنا 2 في 2 وجدناها كم؟ 4. الأربعة هذه تضربها في الاحتمال المقابل للحالة الأولى اللي هو 20% زائد مربعات الانحرافات الحالة الثانية 0 مضروب في الاحتمال حقيتها 60% زائد المربع الانحراف الحالة الثالثة 4 في الاحتمال حقيتها 20%. هذا الكل تحسبه وتسوي له جذر.
تطلع النتيجة جذر 1.60، بالآلة الحاسبة تطلع تعمل 1.60 جذر 1.26. هذا يسمى الانحراف المعياري للاستثمار ألف. أوكي؟ الانحراف المعياري للاستثمار ب نفس الشيء، نضرب مربع انحرافات القيم مضروبة في الاحتمالات، مضروبة في الاحتمالات. أوكي؟ تطلع النتيجة يعني 9% زائد 0.60% تطلع النتيجة 1.26. أوكي؟ وأكيد تتأكدوا من الأرقام. يعني ببساطة حتى باستعمال الآلة المالية تعمل الرقم وبعدين تضغط على جذر. أوكي؟ على جذر وبالطبع تعطينا النتيجة. أوكي؟ إذا هذه بما يسمى طريقة حساب الانحراف المعياري. أوكي؟ إذا إلى حد الآن كم رينا من أسلوب حساب المخاطر؟ رينا 2. رينا الأسلوب الأول وهو المدى. أوكي؟ والأسلوب الثاني وهو الانحراف المعياري. نمر إلى الأسلوب الثالث لقياس درجة المخاطر. ما هو الأسلوب الثالث لقياس درجة المخاطر؟ وهو بما يطلق عليه المعامل الاختلاف. معامل الاختلاف، نعرض أمامكم قياس درجة المخاطر بقياس معامل الاختلاف. أوكي؟ إذا أمامكم، نشيل هذه الشريحة ورح نستعرض الأسلوب الثالث لقياس درجة المخاطر بما يسمى معامل الاختلاف. ما هو معامل الاختلاف؟ ببساطة معامل الاختلاف يساوي الانحراف المعياري تقسيم متوسط العائد. يعني ما تقدر تحسب انت معامل الاختلاف اللي ما تكون انت حسبت الانحراف المعياري للاستثمار، واصلا انت ما تقدر تحسب الانحراف المعياري اللي ما تكون حسبت في مرحله اولى متوسط العائد. لنفترض هنا الاستثمار الف، لنفترض زي المثال السابق، يعني خلينا نكمل نفس المثال. الاستثمار الف وجدنا انه الانحراف المعياري حقاته 1.26، والاستثمار ب الانحراف المعياري وجدنا في الخطوه السابقه 1.90. فقط نسينا شيء، ما هو حسب رايكم الاستثمار الاكثر مخاطر حسب الانحراف المعياري؟ هل هو الف او ب؟ اكيد الاستثمار اللي يكون عنده اعلى انحراف معياري هو الاستثمار الاكثر مخاطر. يعني بالاعتماد على الانحراف المعياري اكيد الاستثمار ب عنده درجة مخاطر اعلى من الاستثمار الف. اوكي؟ بالرغم انه الاثنين وجدنا متوسط العائد حقاتهم 4%. يعني انت لنا بالطبع كمستثمر عقلاني اثنين استثمارات يعطيوك نفس العائد، ايش تختار منطقيا؟ تختار بالطبع الاستثمار اللي يكون فيه اقل درجة مخاطر. وبالنسبة لمثالنا السابق الاستثمار الف درجة مخاطر. خلينا نكمل في مثال حساب معامل الاختلاف. شو قلنا معامل الاختلاف؟ نذكر بالقانون، معامل الاختلاف هو تقسيم الانحراف المعياري على متوسط العائد. بالنسبة للاستثمار الف نقسم 1.26 على 4 كم يساوي؟ 0.31. وبالنسبة للاستثمار ب نقسم 1.90 على 4 يساوي 0.47. إذا ستلاحظ أن معامل الاختلاف للاستثمار ب أكبر من معامل الاختلاف للاستثمار ألف. ما معناه؟ معناه أن الاستثمار ب يحتوي على درجة مخاطر أعلى من الاستثمار ألف مقارنة بالطبع بالعائد أو مقارنة بالعائد. أوكي؟ فهذا إذا ثلاثة أساليب لقياس المخاطر. نعود نذكر إخواني وأخواتي أنه الآن إحنا في الحلقة متى اليوم، في لقائنا اليوم تعرضنا إلى مفهوم المخاطر. أوكي؟ وبعد ما استعرضنا مفهوم المخاطر استعرضنا أهم أساليب قياس المخاطر، وهي
على التوالي المدى تحليل الحساسية وقمنا بحساب المدى، حسبنا كذلك الانحراف المعياري وحسبنا كذلك معامل الاختلاف. فهذه ثلاثة أشياء اللي هما أو ثلاثة معايير أو ثلاثة أساليب لقياس المخاطر. بليز ركزوا فيه، لازمكم تعرفوا أنه أساليب قياس المخاطر هي تحليل الحساسية، انحراف المعياري، ومعامل الاختلاف. تحليل الحساسية رناها عبر قياس المدى. أوكي؟ نمر الآن إلى المحور الثاني في لقائنا الحي اليوم كان تتذكروا، وهو مفهوم العائد وأنواعه. أوكي؟ بعد ما رينا المخاطر مهم جدا نعرف العائد. ما هو العائد؟ العائد ببساطة هو الكسب أو المقابل أو المبلغ الذي يحققه المستثمر نتيجة استثمار أمواله في مشروعه الاستثمارية. فالعائد إذا نعود هو الكسب الذي يحققه المستثمر في الاستثمار خلال فترة معينة، وبالطبع مقابل درجة المخاطر التي قام بتحملها. نعود دائما المبدأ الأساسي، هناك علاقة طردية بين العائد والمخاطر. كلما زادت درجة المخاطر كلما زاد العائد المتوقع. فالعائد إذن هو الكسب. فلهنا في نقطتنا الآن ولازمكم تركزوا فيها أيضا، رح نفرق بين العائد الجاري والعائد الرأسمالي والعائد الكلي. بليز تركزوا معايا لأنه أسئلة يمكن تطرح في الاختبار، وكذلك عندنا أسئلة رح نطرحها في الكويز نهاية اللقاء باش ترسخ المعلومات. أوكي؟ إذن ما هو العائد الجاري وما هو العائد الرأسمالي وما هو العائد الكلي؟ ببساطة العائد الجاري هو العائد الذي يتحصل عليه المستثمر نتيجة التدفقات النقدية الداخلة للاستثمار. هذا هو العائد الجاري. نعود، العائد الجاري هو العائد الذي يتحصل عليه المستثمر أوكي من التدفقات النقدية الداخلة للاستثمار. مثلا لو اشتريت أسهم، ما هو العائد الجاري اللي يمكن تتحصله جراء شراء الأسهم؟ الأسهم عفوا، هو توزيع الأرباح. توزيع الأرباح هو مثال للعائد الجاري. مثلا اشتريت عقار وقمت بتأجيره، ما هو العائد الجاري هنا؟ العائد الجاري هو الإيجارات. فإذا العائد الجاري هو العائد المترتب عن التدفقات النقدية الداخلة للمشروع. أوكي؟ ما هو العائد الرأسمالي؟ ببساطة العائد الرأسمالي هو العائد الذي يتحقق نتيجة لتغير القيمة الرأسمالية لقيمة الاستثمار. مثال، اشتريت سهم بعشرين ريال، احتفظت به سنة وبعت بعدين السهم بثلاثين ريال. الفرق ما بين سعر الشراء وسعر البيع هذا العشرة ريال، هذا يسمى العائد الرأسمالي. في مثالنا اشتريت بعشرين وبعت بثلاثين، ثلاثين ناقص عشرين كم إذن العائد الرأسمالي؟ عشرة ريال. إذن العائد الرأسمالي هو الفرق أو الفرق الذي يتحقق نتيجة لتغير القيمة السوقية للاستثمار، أو الفرق الناتج لتغير القيمة الرأسمالية للاستثمار، في حين أن العائد الجاري هو المتأتي من التدفقات النقدية المترتبة عن احتفاظك بالاستثمار. والعائد الكلي ببساطة هو مجموع العائد الجاري والعائد الرأسمالي. أوكي؟ العائد الكلي هو مجموع العائد الجاري والعائد الرأسمالي. تجب الإشارة أن العائد الجاري والعائد الرأسمالي والعائد الكلي نقدر نحسبه بمبلغ بريالات. مثلا نقول أنا حصلت عائد جاري 20,000 ريال. أوكي، هذا بمبلغ. وكذلك نقدر نحسب العائد بنسبة مئوية.
العائد الجاري أو الرأسمالي أو الكلي، والأفضل هو دائما أنك تحسب العائد بنسبة مئوية، ببساطة أنك تقسم مبلغ العائد اللي تحصلت عليه بالريالات على مبلغ الاستثمار الأصلي، هكا تقدر تحسب أو تتحصل على العائد بنسبة مئوية. دائما العائد بنسبة مئوية تكون طريقة التحليل والفهم أفضل من أنك تقول. مثلا نعطيك مثال، أنت تقول لي حصلت عائد 20%، فالصورة واضحة. ما معناها؟ على كل 100 ريال ربحت 20 ريال، واضحة العملية. ولكن لو تقول لي ربحت 5000 ريال، ما نقدر نعطي فكرة أو صورة واضحة هل هذا المبلغ جيد أو غير جيد. ليش؟ لأنه 5000 ريال يقدر يكون جيد لو استثمرت مبلغ 20000 ريال أو 30000 ريال، ولكن لو استثمرت مبلغ 1000000 ريال وتحصلت 5000 ريال، فما نقدرش نقول هذا عائد جيد. فإذا الاستثمار أو العائد بنسبة مئوية يكون أفضل. إذا باش نحوصوا، هناك عائد جاري، عائد رأسمالي، وعائد كلي، كلاهما نقدر نحسبه بريالات أو بنسبة مئوية. خلينا نفهم بعضنا العائد الجاري والرأسمالي والكلي بهذا المثال. اشترى مستثمر 100 سهم بسعر 25 ريال للسهم الواحد، تحصل المستثمر على توزيعات أرباح بقيمة 2 ريال للسهم الواحد. في نهاية فترة الاحتفاظ باع المستثمر جميع أسهمه بسعر 28 ريال للسهم الواحد. ما هو العائد الجاري هنا؟ ببساطة العائد الجاري قلنا هو المتأتي عن التدفقات النقدية في حالة الأسهم هي توزيع الأرباح. يعني نضرب قيمة توزيع الأرباح السهم الواحد في عدد الأسهم. في مثالنا كم التوزيعات؟ 2 ريال. 2 ريال مضروبة في عدد الأسهم، 2 مضروب في 100، إذا قيمة العائد الجاري بالريالات 200 ريال، أوكي؟ لو طلبت منك سؤال ما هو العائد الجاري؟ ببساطة تضرب توزيعات الأسهم في عدد الأسهم 200 ريال. ما هو العائد الرأسمالي بالريالات؟ العائد الرأسمالي زي ما فكرناه هو التغير في القيمة السوقية للاستثمار، الفرق ما بين سعر البيع وسعر الشراء. إذا العائد الرأسمالي هو الفرق ما بين سعر البيع ناقص سعر الشراء في مضروب في عدد الأسهم. احنا كم بعنا سهم ب 28 ريال؟ اشتريناه ب 25 ريال، 28 ريال ناقص 25 ريال 3 ريال. هذا العائد الرأسمالي للسهم الواحد. بدنا نحسب العائد الرأسمالي للمستثمر على كامل المبلغ، نضربوها في عدد الأسهم 3% 300 ريال. فإذا العائد الرأسمالي 300 ريال. ما هو العائد الكلي؟ ببساطة تجمع العائد الجاري زائد العائد الرأسمالي، 200 زائد 300 يساوي 500 ريال، أوكي؟ هذا العائد الكلي. ملاحظة يجب وكذلك تقدر تطرح، العائد الجاري يقدر يكون إما صفر أو موجب فقط، ما يقدرش يكون العائد الجاري سالب، أوكي؟ مثلا عندك عقار، يتأجر العقار فرح تتحصل على عائد موجب، أو لو ما تأجرتش العقار فرح تتحصل على صفر. فالعائد الجاري إما موجبا أوكي أو صفر. بالنسبة للعائد الرأسمالي تقدر يكون موجب، يقدر يكون صفر، وتقدر تكون سالبة. في حالة سالبة نقول خسارة رأسمالية. ترى نعطيك مثال بسيط، لنفترض نفس هذا المثال، اشتريت السهم ب 25 ريال وبعته بعد مثلا فترة ب 24 ريال، ففي هذه الحالة هناك خسارة رأسمالية، لأنه 24 ناقص 25 يعطينا سالب واحد، وهذا تعتبر خسارة رأسمالية، أوكي؟ العائد الجاري إما موجب أو صفر، والعائد الرأسمالي إما موجب أو سالب أو صفر، أوكي؟ إذا الفقرة الخاصة بالعائد الجاري والعائد الرأسمالي. مثال آخر مش نفهمه، العائد الجاري والعائد الرأسمالي، ولكن مش نعطي مثال بسرعة فيما يخص العقارات. هنا أمامكم رح نستعرضه أمامكم، نقرأ المثال.
اشترى مستثمر عقار بقيمة 1,500,000، أوكي، قام بتأجيره لمدة سنة بقيمة 90,000 ريال، في نهاية عقد الإيجار باع المستثمر العقار بقيمة 1,450,000 ريال. ما هو العائد الجاري هنا؟ قلنا هو العائد المتأتي من الاحتفاظ بالاستثمار، الإيجار هنا، ف90,000 ريال. ما هو العائد الرأسمالي بالريالات؟ هو الفرق ما بين سعر البيع ناقص سعر الشراء، 1,450,000 ناقص 1,500,000 يساوي سالب 50,000 ريال. فلهنا عائد بالسالب، نقوله خسارة رأسمالية. ما هو العائد الكلي؟ هو نجمع العائد الجاري زائد العائد الرأسمالي، يعني 90,000 ريال ناقص 50,000 ريال، بما أنه فيه خسارة رأسمالية، 90 ناقص 50، فالعائد الكلي للاستثمار 40,000 ريال، أوكي؟ فهذا عائد كلي بالريالات. لو بدي نحوله إلى نسبة مئوية، انقسم العائد أو مبلغ العائد الكلي بالريالات على مبلغ الاستثمار الأصلي أو قيمة الشراء، أوكي؟ اللي هي في مثالنا هنا 1,500,000، فقسمنا 40,000 على 1,500,000، بالطبع نضرب في المية لكي أتحصل النتيجة بنسبة مئوية، تطلع 2.67%، أوكي؟ دائما لو بدك تحسب العائد بنسبة مئوية فتقسم على قيمة الشراء، أوكي؟ إذا هذا بالنسبة للعائد الجاري والعائد الرأسمالي والعائد الكلي. فقرة أخيرة في لقائنا الحي اليوم هو الائتمان المصرفي. ما هو الائتمان المصرفي؟ والائتمان المصرفي هو أحد وسائل التمويل اللي هنا مش نحكي عليها قصيرة الأجل، ورح نحسب هنا بالنسبة للائتمان المصرفي هو تكلفة التمويل، أوكي؟ إذن رح نستعرض مع بعضنا الائتمان المصرفي، وإن شاء الله مرة المقبلة نشوفه الائتمان التجاري، أوكي؟ رح نحسب مع بعضنا الفائدة الإسمية والفائدة الفعلية. إذن ديما نعود اللقاء هذا لقاء مهم، شفنا فيه العديد من الأشياء المهمة، أساليب قياس المخاطر، غنى فيه العائد الجاري والعائد الرأسمالي، ورح نشوف فيه الآن الائتمان المصرفي وهو التمويل عبر القروض البنكية، ويكون في هدفنا هنا هو كيفية حساب الفائدة الفعلية، أوكي؟ رح نشوف. إذن نفترض أن منشأة صغيرة عقدت اتفاقا مع أحد البنوك التجارية لاقتراض مبلغ 40,000 ريال لمدة سنة بفوائد قيمتها 3,000 ريال سنويا، وذلك مقابل احتفاظ المنشأة لدى البنك برصيد معين خلال فترة الاقتراض لا يقل عن 10,000 ريال. المطلوب حساب معدل الفائدة الاسمي ومعدل الفائدة الفعلي. لكي أبسط الأمور، معدل الفائدة الاسمي هو معدل الفائدة المسجل في عقد القرض أو عقد الاقتراض، أوكي، فهو لا يتغير. في حين معدل الفائدة الفعلي هو معدل التكلفة الحقيقية للاقتراض، وهو يتغير حسب الحالة، أوكي؟ لهنا في مثالنا رح نفترض 3 حالات. في حال أن البنك احتفظ برصيد معين، ما المقصود رصيد معين؟ يعني البنك هنا يطلب من الشركة أنها تترك احتياط مبلغ ما تقدر تتصرف فيه، خلاص يقول لها حقيقة 40,000 ريال، ولكن منهم يكون 10,000 ريال احتياط رصيد ما تقدر تسحبه، أوكي؟ فنظريا هنا التكلفة الفعلية للاقتراض ليست، أو المبلغ الاقتراض ليس 40,000 ريال، ولكنه 30,000، لأن البنك صح يعني أقرضك 40,000، ولكنك لا تقدر تتصرف إلا في 30,000 ريال. فمنطقيا تكلفة الاقتراض الفعلية راح تكون أعلى. فلهنا خلينا نشوف الحالة الأولى،
معدل الفائدة الاسمي، دائما انك تقسم قيمة الفائدة السنوية على مبلغ الاقتراض. في مثالنا هنا كم مبلغ الفائدة؟ 3000 ريال. قيمة الاقتراض دائما تقسم على مبلغ الاقتراض لحساب الفائدة الاسمي العوّد، دائما ثابتة ودائما تقسم على مبلغ الاقتراض. 3000 تقسيم 40000 مضروب في 100، فمعدل الفائدة الاسمي في الحالة الأولى 7.50%، فهذا هو معدل الفائدة الاسمي. ترى خلنا نحسب معدل الفائدة الفعلي. الفعلي هو الحقيقي. انت نظريا اقترضت 40000 ريال، ولكن البنك فرض عليك تترك احتياطي 10000، فانت فعلا استفدت فقط ب 30000 ريال. فما هي تكلفة الاقتراض الحقيقية؟ اوكي، ايش القانون يقول؟ معدل الفائدة الفعلي هو قيمة الفائدة السنوية، نفس الشيء في مثالنا هي 3000 ريال، ان قسمها على ايش؟ تقسم بعدين تفتح قوس مبلغ الاقتراض اللي هو 40 ناقص الرصيد المعوض او الرصيد المعين. هنا كم الرصيد المعوض هنا اللي طلبه البنك؟ هو 10000، يعني تقسيم 40000 ناقص 10000. ببساطة راح تقسم 3000 على 40 ناقص 10، يعني بعبارة أخرى على 30000. 3000 ريال مبلغ الفائدة على 30000 تضربها في 100، كم تطلع النتيجة؟ 10%. فتلاحظوا هنا الفائدة الفعلية أكبر من الفائدة الاسمية. اذا انتم نرجعون ان شاء الله هذه الفقرة في الحصة المقبلة. في نهاية الحلقة عندي كويس، فحاولوا اذا باش نعطيكم الكويس. اوكي، دائما للأسف نفس المشكلة، حضور عدد الطلاب للمحاسبة قليل فما نقدرش يتم توزيع الكويس. اوكي خلاص، اذا فاضطر اني راح اقرا الكويس عكس الاداره، الحضور الاداره يكون اكبر فلنا. اوكي، الكويس لا يستطيع ان يوزعه، فخلاص راح اقراه وتبعوا معي. اذا العائد الجاري هو العائد الناتج عن الاحتمال الاول تغير القيمه السوقيه للاستثمار، او تغير القيمه الراسماليه للاستثمار، او التدفقات النقديه للاستثمار مثل توزيع ارباح الاسهم، او الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء. زي ما فسرت منذ قليل، العائد الجاري هو العائد الناتج عن التدفقات النقديه للاستثمار مثل توزيع الارباح. نرجع للسؤال الاول. صافي القيمه الحاليه للمشروع الاستثماري هو الفرق بين القيمه الحاليه للمنافع والقيمة الحالية للتكاليف. السؤال الثاني، يعتبر المشروع مربحا إذا كان صافي القيمة الحالية موجبا. هذه فقرة روريناها الحصة الفارقة من أساليب قياس المخاطرة، هذه تبع حصتنا الآن. ترى الخيار الأول صافي القيمة الحالية، الخيار الثاني الانحراف المعياري، الخيار الثالث العائد الجاري، الخيار الرابع العائد الرأسمالي. أكيد من أساليب قياس المخاطرة في هنا هو الانحراف المعياري. فالإجابة الصحيحة إذن هي الخيار الثاني، الانحراف المعياري. السؤال الموالي، إذا كان معدل العائد السنوي للمشروع في حالة التقدير المتشائم يساوي 5% وفي حالة التقدير الأكثر احتمال يساوي 8% وفي حالة التقدير المتفائل 12%، فإن درجة مخاطر المشروع باستخدام المدى تساوي 3% الخيار الأول، 13% الخيار الثاني، 7% الخيار الثالث، و 4% الخيار الرابع. كان تذكروا احنا قلنا المدى هو الفرق ما بين ايش؟ ما بين العائد، ما بين التقدير المتفائل للعائد ناقص التقدير المتشائم للعائد. في مثالنا هنا التقدير المتفائل للعائد 12% والتقدير المتشائم كم؟ 5%. 12% ناقص 5% يساوي كم؟ 7%. فإذا هنا الخيار أو المدى
هو 7%، والخيار الصحيح هو الخيار الثاني. تناوز هو الفرق ما بين العائد أو التقدير المتفائل ناقص التقدير المتشائم للعائد. أوكي؟ إذن أوكي، آخر سؤال. لنفترض أن العائد مشروع استثماري 15% وأن الانحراف المعياري 3%، فإن معامل الاختلاف تساوي الخيار الأول 5، الخيار الثاني 0.2، الخيار الثالث 12، والخيار الثالث 18. نذكروا أنه قلنا معامل الاختلاف هو قسمة الانحراف المعياري على متوسط العائد. في مثالنا نقسم هنا أوكي، إذن 3% على 15% فتساوي 0.2، الخيار الصحيح هو 0.2. إذا شكرا جزيلا أخت عائشة أخت شيماء على المتابعة. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. أي ملاحظة مرحبا بكم في المنتدى وترسلوا لي رسالة وإن شاء الله نجاوب عليكم. كذلك في خلال اللقاءات الحية هل في سؤال أخت شيماء تقدر تكتب لي هنا أو تقدر تكتب لي فنقدر نجاوبك؟ هل في شيء غير واضح نقدر نعاود لك؟ نفس الشيء أخت عائشة، لو فيه أي شيء أو أي سؤال غير واضح مرحبا ترسلوا لي في المنتدى هنا خلال منصة اللقاء الحي، أو تقدر ترسلوا لي على المنتدى اللي حقتنا بالنسبة للمقرر. شكرا جزيلا مرة أخرى ويعطيكم الصحة على حسن المتابعة، وإن شاء الله ملتقانا غدا في نفس الموعد. إن شاء الله رح نرجع على الفقرة الأخيرة هذه الائتمان المصرفي، رح نعود هذا المثال ونكمل إن شاء الله لقاءنا الحي الرابع. بارك الله فيكم وتصبحون على خير. شكرا جزيلا.